طيب هنتكلم دلوقتي على موضوع الجيم ريشيو. فعندنا مثلا بص الراجل ده بيهجص. ايوه المكن ده كله يمشي نفس الاداء. الراجل ده بيهجص يعني كده الحلقه باظت خلاص. كل ده المكن ده بيشتغل كل حاجه. كل المكن ده بيشتغل هو عمال يهجص يقول لك بي جي واكس جي وفي الاخر المكان كلها بتشتغل كل حاجه. اه كله بيشتغل. انت بتضحك علينا يا كفراوي؟ مش هينفع معاكم فيديوهات. مش هينفع حاجه جد ابدا. ما شاء الله الفيديو ده بنتكلم فيه عن تفاصيل المكن، الفرق بين الاكس جي والبي جي. تابعونا للاخر. طيب كلاكيت 10 مرات حلقتنا النهارده عليا يا كفراوي. مش هنبتدي احنا بيت عادي لا انت في الفيديو مش عارفين نعمله. انا مش عارف اعمل فيديو وانتوا موجودين معايا. طيب كل سنه وانتم طيبين قوي. بمناسبه شهر رمضان بما ان مفيش صيد واحنا قاعدين فاضيين، فانا ايه عزمت النهارده اكرم مساعد عندي في البيت. انا بعزمهم وباكلهم وبشربهم عشان خاطر بكسر هذا. المهم ابقى حاطط ايدي بقهم عشان ابقى عمهم. شوف انتوا عايزين تسالوا في ايه بما اني انا النجم السينمائي بتاع القناه. فاسالوني عن اي حاجه وانا احنا ممكن نسالك على ايه الفرق بين المكان الاكس جي والاتش جي والبي جي، بحيث ان لو حب واحد عايز ينزل مثلا يشتري ماكينه وعايز يشتغل بوبينج مثلا، تمام، يختار انهي فيهم الاكس ولا الاي ولا البي؟ طيب اول حاجه هو المكاين عندنا دايما في ثلاث حاجات بيتحطوا عليهم اللي هي البي جي والاتش جي والاكس جي، تمام. طيب الثلاث حاجات دول بيعبروا عن حاجه اسمها الجي ريشيو او معدل نسبه التلوث. وده موضوع البي جي والاتش جي والاكس جي بيعبر عن نسب التلوث، يعني كل واحده منهم بتديك معدل. انت بتلف الاكس جي والبي جي بيعبروا عن حاجه اسمها نسب التلوث. انت عندك مثلا المكنه كده اللفه الواحده منهم بتلف معاك كام لفه من الروتور ده، تمام. يعني مثلا المكنه لما يكون مكتوب عليها 6-1 معناها ان اللفه من ايدك كامله بتديك 6 لفات من السبول هنا اهو، تمام. طيب البي جي هي اقل سرعه، تمام. يعني مثلا دايما تلاقي مكان البي جي 4.8 5 5.2 الى اللفه، يعني معناها ان اللفه الواحده بتديك تقريبا 5 لفات من الروتور. معناها ان انت بتلف لفه واحده الروتور بيلف الخيط 5 مرات على السبول او الحله بتاعت الماكينه. طيب معلش سؤال. اتفضل. ايه الحكمه ان انا لو اشتغل سبيد جيجنج اختار البي جي؟ ليه تبقى بطيئه؟ ايه الميزه انها تبقى بطيئه؟ طيب. ما اختارش ليه سريعه؟ تمام. طيب في حته الاول عايز اقول عليها قبل ما نخش في موضوع التطبيقات بتاعت كل ماكينه والتانيه. طيب هو انا بختار المكنه على الاكس جي بس او البي جي بس او الاتش جي بس؟ لا، في عامل تاني مهم قوي الناس كتير قوي ما بتركزش فيه، هو معدل لم الخيط او اللاين ريتريف، بيسموه لاين ريتريف او معدل لم الخيط. حلو. والنقطه دي مهمه قوي وبتفرق كتير قوي في المكان، لسبب لان انت عندك مثلا في مكنه هندي مثال عليها مثلا الاستيلر 10000 البي جي مثلا، انا مثال مش متذكر ارقام مظبوطه قوي. حلو. بس هنقول مثلا انها بتعمل معاك 5 لفات في اللفه الواحده، تمام. فانا 5 لفات في اللفه الواحده في المكنه ال 10000 البي جي بتعمل معايا مثلا 92 سم، تمام. حلو. ممكن تلاقي ماكينه ثانيه اتش جي بتلم معاك 92 سم. طب ايه الحكمه؟ ازاي اتش جي والريشيو بتاعتها 6.5 ودي بي جي والريشيو بتاعتها 5 ودي بتلم 90 سم وبتلم 90 سم؟ لان حجم الحله نفسه اكبر. فانت الخمس لفات خيط على حله حجمها كبير تديك 90 سم، وسبع لفات او 6.5 لفات على حله حجمها صغير بالظبط تديك برضو 90 سم، تمام. فهي برضو الموضوع ده بيفرق من ماكينه لماكينه. فعشان كده انت لازم دايما وانت بتبص على موضوع الاتش جي والبي جي لازم تبص على الراين ريتريف، ودايما هتلاقيها في الجدول بتاع المواصفات لكل ماكينه وانت بتعمل عليها بحث عن الموضوع. طيب معلش انا برضو ما فهمتش نقطه، انا ليه استخدم بي جي انها تلف، تمام، لفه اقل في السبيد جي بي ليه؟ طيب خلينا نقول اللي هيفيدني انها تلف اقل، اللي هيلف اقل بالظبط. طيب انت عندك نقطتين مهمين قوي في الجيجنج تحتاج عشانهم البي جي. اول حاجه موضوع العزم، هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل، تمام. انت في الجيجنج تطبيق الجيجنج انت بتبقى معاك سمكه، تمام، وبترفع السمكه بالعود، تمام، وبعد كده بتلم، ودايما عندك تنشن موجود على العود وعايز عزم عشان بتجيب السمكه من تحت. فانت دراعك او القصبة عشان قصيره فانت محتاج عزم المكنه يساعدك في عمليه اللم،
انت القصبه مش طويله عشان تديك العزم اللي انت محتاجه، فانت محتاج عزم معاك في المكنه يساعدك تعملها. دي اول نقطه، نقطه مهمه. النقطه الثانيه المهمه والاهم، انت في حركه الجيجنج وانت بتعمل كده تقريبا بتلم في حدود البني ادم الطبيعي بيلم في حدود من 70 سنتي ل 100 سنتي، تمام؟ فانت لو حطيت مكنه اكس جي هيحصل ايه؟ ان انت وانت بتطلع، وانت في الجيجنج بتلم، وانت بتطلع هتلم اكتر من ايه؟ من 90 سنتي، هتلم 100 سنتي. هتلاقي نفسك وانت طالع القصبه الخيط شد معاك، انت مش عايز الخيط يشد معاك في نص الطريق، انت عايز الخيط معاك يشد سلس مع حركه ايديك لحد ما يطلع معاك فوق. هتلاقي نفسك الحركه اللي انت بتعملها كده بتاعت الجيجنج تمام متناسقه مع بعضها. لو حطيت الاكس جي والاتش جي هتلاقي الحركه بقت واحده كده، مش عارف تعملها، مش عارف تظبط الحركه نفسها، عشان كده بتحتاج البي جي. فهم سببين مهمين في موضوع البي جي بالنسبه للجيم، موضوع ان انت محتاج تلم من 80 ل 100 سم، ما تزيدش عن كده، و100 سم كمان بالنسبه لي انا شايفها كتير شويه، انا بحب ده 90 85. والنقطه الثانيه المهمه هو موضوع زي ما قلنا العزم، انت محتاج في الجيم محتاج عزم، لان انت دايما قصبات الجيجنج زي ما بتبقى قصبات صغيره، ودايما انت معاك كده القصبه بتبقى متنيه قريب من دراعك، فانت محتاج عزم معاك عشان يساعدك وانت بترفع. بس انا شايف ان النقطه الاهم ان ايدي تكون متناسقه في اللم مع الاكشن بتاع بالظبط. صح يعني أهم ممكن بالظبط ممكن نقول مثلا ان العامل ده يمثل 80% والعامل ده يمثل 20%، لان دي فعلا نقطه مهمه. انت مش هتعرف تعمل جيجنج اصلا بالاكس جي، في ناس بتعمل جيجنج بالاكس جي بس الموضوع متعب. انا بنفسي جربتها تمام، لقيت ان مش عارف اعمل حركه مظبوطه. انا مثلا بحب اعمل حركه بتاعت جيجنج تبقى حركتي مظبوطه لفتره طويله. بس معلش ليا تعليق تاني، الموضوع ده لو عكسناه في البوبينج، لو انا شغال بوبينج واشتغلت الماكينه 10,000 بي جي هتشتغل كويس جدا، مش هتعمل معاك مشكله. بس هحتاج حاجه ثانيه، هحتاج ان انا اسرع ايدي شويه. هتحتاج تسرع ايدك شويه، تسرع ايدي في اللم. هنقول لي طب خلينا نقول السؤال بشكل ثاني، طب هو ليه اصلا عملوا الاكس جي والاتش جي للكاستنج او للبوبينج؟ هي الفكره كلها مش محتاج ترك، لا مش عشان كمان مش محتاج ترك بس، انت محتاج ان انت وانت بالذات في الاستيك بيت ان انت تعمل حركه طويله بالعود، لان العود بتاعك طويل. فتخيل انا لو مسكت عود طوله متر وعملت الحركه دي كده، بص على التيب بتاعت العود هتلاقي العود بيتحرك معايا مثلا متر لو انا حركته من هنا لهنا، تمام؟ هحط العود بعمله كده اهو، تمام؟ تمام. لكن لو العود بتاعي طوله 2 متر ونص وبعمل الحركه دي هتلاقي التيب بتاعتي اتحركت تقريبا في حدود 2 متر. ده في مسافه. فانا عايز اعمل اكشن بالستيك بيت، وخصوصا الستيك بيت مش البوبر، خصوصا البوبر عايز ارمي اللور تمام وبعد كده اشدها، فعشان اللور تتحرك معايا مظبوط لازم تتحرك على مسافه 2 متر تمام. فانا عشان اعوض ال 2 متر دول محتاج مكنه تلم الخيط سريع. بالظبط تلم الخيط في البوش، انا لما بعمل كده وبرجع بيبقى فيه بوش في المكنه مزبوط. محتاج ان انا الم البوش ده كله عشان لما اجي اشد تاني يبقاش عندي بوش كتير في الخيط، وانا عشان الستيك بيت اظن ما يقفش كتير. بالظبط ما يقفش كتير، تبقى حركه. وبالتالي ان في البي جي هتبقى متعبه جدا. في البي جي لا هي مش هتبقى متعبه، بس مش هتعرف تجيب الاكشن بتاع الستيك بيت. هيحصل معاك ايه؟ انت الطبيعي مثلا فانت مثلا في الستيك بيت انت عايز الستيك بيت تبقى مثلا الطبيعيه بتبقى واقفه كده على وش الميه تمام. انت عايز تشدها تقوم هي نازله عامله كده وتتحرك وتطلع تاني تمام. في الفتره اللي انت وقفت فيها انت بترجع العود تمام عشان خاطر تلم البوش اللي في الخيط، الربخ اللي موجود اللي حاضر معاك في الخيط. حلو. لو انت لميت بالبي جي هتيجي تلم تاني هيبقى هتلاقي نفسك انت اول حركتك الستيك واقفه. انت مش عارف كده، انت الحركه المثاليه للستيك بيت ايه؟ بتنزل بتتحرك بتقف، بتنزل بتتحرك بتقف، بس ما تقفش كتير. مظبوط. تمام؟ ونفس الوقت انت عايز المسافه دي تبقى طويله اللي بتتحرك فيها الستيك بيت عشان تعمل معاك الاكشن، عشان تعمل معاك كده. اما البي جي مش هيعمل معاك نفس الحركه. هتشتغل هتشتغل يعني مفيش 100% مفيش حاجه مستحيله يعني. احنا ما نقولش ان الاكس جير للبوبينج صفر، لكن لو واحد مثلا معاه بي جي وما عندوش امكانيه مثلا يجيب اكس جير يقدر يشتغل بيها بوبينج، مش هتقول لا مش هتشتكي معاه عادي. بس انا عارف ان انا مش بروفيشنال في الموضوع ده. بالظبط مش المثالي للموضوع. هتحتاج ان انت تعوض الكلام ده بايه؟ تعوض الكلام ده بان انت تحرك المكنه اسرع، تلم اسرع بالمكنه. ففي الاخر خالص هي العده معموله بمواصفات مختلفه عشان تناسب التطبيق وتديك اكتر راحه في تطبيق الصيد اللي انت بتعمله. حلو. بس المكاين كلها بتصطاد والمكاين كلها بتطلع سمك. طيب احنا دلوقتي يعني اتكلمنا اكتر شويه على البي جي. حلو. دلوقتي احنا لو عايزين نتكلم على الهاي جير. حلو. الهاي جير انا لغايه دلوقتي مش عارف هو يستخدم بوبينج ولا يستخدم جيجينج ولا يستخدم سلو سبيد
تمام. ايه الحكمه من الهاي جير الوسطيه؟ الوسطيه في الموضوع ده ليها تطبيقين اساسيين. اول حاجه بتستخدم في الكاستنج، يعني ممكن تستخدم في البوبينج، بس تطبيقها الاساسي هو الكاستنج والسلوجينج. ليه الكاستنج وليه السلوجينج؟ في الكاستنج انت بتستخدم لوب صغير ماشي، مش بتستخدم ستيك بيت بالحجم ده، فانت مش محتاج السويب الطويل قوي اللي هو بتاع اكس جي وبتاع البوبينج. فانت مش محتاج مكنه تديك تلم كتير قوي كده. طب ليه ما بنعملش في الكاستنج اكس جي؟ ممكن تعمل في الكاستنج اكس جي مفيش مشكله، بس خلي بالك نقطه مهمه قوي، كل ما الجير ريشيو بيعلى كل ما العزم بتاعك بيقل. ازاي بقى كده؟ معلش تاني نوضحها اكتر. حلو، كل ما الجير ريشيو بيعلى كل ما العزم بتاعك بيقل. طب يعني ايه كلمه عزم بقى في الموضوع ده؟ العزم الموضوع ده لو احنا نفتكر واحنا صغيرين كان عندنا العجل ماشي، العجل اللي فيه سرعات. تمام. لو تفتكر العجله اللي كانت السرعه الصغيره تخلي رجلك خفيفه سهله بس تخلي العجله بطيئه، صح؟ صحيح. وكل ما كنت ترفع الترس الاعلى كل ما تلاقي العجله بقت تقيله، بس العجله بقت سريعه جدا، اللفه راحت تمشيك كتير. هي نفس الفكره بالظبط، كل ما انت الريشيو بتاعتك او النسب بتاعت التروس تقل كل ما المكنه تلاقيها خفيفه في ايديك وعندك عزم بس بتلم بطيء، وكل ما انت تسرع تكبر الترس فتزود الجير ريشيو تلاقي المكنه عندك بقت سريعه بس مفيش عزم. انت في البوبينج مش محتاج العزم قوي، انما في الجيجنج محتاج العزم قوي. محتاج العزم صحيح. في الاتش جي انت محتاج حاجه في النص، فعشان كده اتخلقت موضوع الاتش جي بالنسبه للكاستنج. بالنسبه للسلو جيجنج البي جي ينفع، بس انت في السلو جيجنج بتعتمد على حركه اللور وهي نازله مش وهي طالعه. تمام. فانت عندك مثلا الجيج بيطلع لفوق، تمام، فانت عايز ترفع هو الجيج عشان ينزل، انت محتاج تعمل ايه في السلو جيجنج؟ محتاج ان الجيج ينزل ويقلب ويلف ويتحرك يعمل الاكشن بتاعه. طبعا في جيج بيعمل فليتر، حاجه اسمها فليتر بينزل كده، في جيج بيعمل كده بيتحرك. تمام. انت عشان تجيب الاكشن ده محتاج تشد الجيج مسافه طويله شويه، اكبر شويه من البي جي، تمام، محتاج تشدها مسافه اطول عشان تسيبه ينزل ياخد الاكشن بتاعه. طب ليه ما تستخدمش الاكس جي؟ ينفع تستخدم الاكس جي في الـ في الـ في السلو جيجنج، بس هتقابلك مشكله ثانيه، انت برضو في الاخر انت بتعمل جيجنج، انت محتاج شويه عزم في الموضوع. صحيح. انما لو حطيت الاكس جي اللي هتفقد موضوع العزم. صحيح. هتقابلك المشكله دي. طيب نتكلم عن موضوع الجير ريشيو في كل الثلاث انواع بتاعت المكاين. طيب الجير ريشيو البي جي دايما بتبقى مثلا من 4.5 لـ5.5 حسب الماكينه طبعا، حسب المصنع، بس ده نسب يعني تقريبا. وعندك الاتش جي بتبقى من 5.5 مثلا لـ6.2، وعندك الاكس جي من 6.5 وفي مكان بتوصل 7، المكان الصغير شويه. تمام. فانا بستخدم الاكس جي في البوبينج، تمام، او في الهيفي كاستنج، بستخدم الاتش جي في اللايت في الكاستنج او اللايت كاستنج والسلو جيجنج، وبستخدم البي جي دايما في السبيد جيجنج. فدي التطبيقات اللي عندي. طيب تدينا شويه امثله كده عن المكان اللي عندك. خليني اوريك المكنه مثلا، دي المكنه الاستيلا ال 14 ألف. لو بصيت عليها هتلاقي دايما الرمز بعد في الشيمانو، بتكتب الرمز بعد الرقم موديل المكنه دي. بتستخدم، انا بستخدمها في البوبينج او في الهيفي كاستنج. الريشيو بتاعتها اعتقد ان هي كانت 6 وكسر ماشي، بتلم تقريبا 114 على ما اتذكر، انا مش بذكر ارقام بالظبط، ممكن ترجعوني يا شباب في الكومنتات. بتلم 114 سنتي، يمكن اكتر بس مش متذكر بصراحه ارقام بالظبط. بتلم اكتر ايه، اكتر من 100 سنتي. تمام. بستخدمها مينلي في الستيك بيت وفي البوبات. تمام. مكنه ثانيه مثلا ستيلا 10000، تمام، بتلم تقريبا حاجه 90 سنتي، بستخدمها في السبيد جيجنج، بحط عليها خيط مقاس اقل شويه من البوبينج، عشان انا في الجيجنج محتاج مقاس كبير، لان التطبيق هنتكلم عليه بالتفاصيل بعد كده. تطبيق ليه انا هنا محتاج خيط كتير وفي الكاستنج او في البوبينج محتاج خيط اقل. هنتكلم عليه. معدل السبوله طبعا بتاعتك. السبوله دي سبوله كاستم اسمها ستوديو اوشن مارك. تمام. عندنا مثلا المكنه الستيلا 6000، دي ستيلا 6000 بي جي، تمام، احنا بنستخدمها في اللايت جيجنج. تمام. عندنا مثلا المكنه السيرتيت، المكنه السيرتيت الدايوا سيرتيت، دي دايوا سيرتيت اتش جي. تمام. انا بستخدمها في الكاستنج، في اللايت كاستنج، وفي كمان ممكن لو انا عندي عود سبيننج سلو تمشي معايا، تشتغل معايا فيه كويس، لان العود دايما بيعوضني موضوع المسافه الطويله اللي هي طويل، فبقدر وانا بحرك المسافه تزيد معايا عشان العود بتاع السلو جيجنج دايما اطول من عود السبيد جيجنج.
حلو. طيب احنا نتفق قبل ما نخلص الحلقه ان احنا اتفقنا ان البي جي نتفق انا انا اعترف احنا شكلنا عشان نخلص الحلقه دي انا اعترف احنا نتفق ان البي جي سبيد جي هي انسب حاجه للسبيد جي صح البوبين اكس جي صح تمام الهاي جير سلو جي وكاستنج مظبوط طيب نحب ان تفضل استاذ عبد السؤال يا كابتن كفرو هل انا ينفع ان انا اجيب مكنه واحده واشتغل بيها كل حاجه انت ينفع تعمل اي حاجه لا مش انت ينفع تعمل اي حاجه مش عادي يعمل اي حاجه مش انا كساعد ناس كتير بتقعد تقول لك ايه انتوا بتبالغوا في الموضوع انتوا ليه جايبين لكل سمكه او لكل صيد مكنه وليه جايبين لكل سمكه أو وكل سيت اب كمان ساعات ممكن يبقى معايا 2 سيت اب هيفي جيجنج سوري هيفي بوبينج وحاطط مكانتين وحاطين وجهزهم بالظبط الستيك بيت واحد متخصص للستيك بيت واحد متخصص للبوبرات خلينا نقول القاعده العريضه انت ينفع تطلع البوت وتطلع تصطاد المكان اصلا ايوه بس انا ينفع اكون انا شغال كده صح بتاع كل حاجه كله بنفس الاكشن هو ينفع بس هل هو ده بس ايه المشاكل بقى اللي هتقابلها واظن كمان فرص الصيد كمان معاك هتقل بالظبط ليه بقى احنا خلينا نقول هل ينفع ينفع طب هتصيد 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 طب ايه المشاكل اللي هتقابلك انا هقول لك ايه المشاكل بس معلش مع احترامي هتصيد امتى ما انا هقول لك بقى في حاله توفر السمك ما هي مشكلتك فين هتقابلك فين اول شيء احنا مثلا ممكن تبقى واقف على الاصطاد بترمي مثلا ستيك بيت تمام والسمك ما بياكلش على ستيك بيت فانت عندك حل دلوقتي ان انت تروح تاخد السيت اب ده مثلا او مش شغال مثلا سي ان هو مش شغال كاستنج وقفت ساعه بترمي على الكساره بترمي مفيش هتروح تنط الجيج انت لو معاك مكنه هتعمل ايه؟ تقف تفك المكاين تمام وتركب في القصبه الثانيه معاك قصبه جيج تاخد المكان هنا تحطها هنا اول حاجه ضيعت وقت مظبوط ماشي طيب اول ثاني نقطه وانت بتنقل هل الخيط بتاع الجيجنج مناسب لنفس الخيط بتاع البوبينج لا طبعا مش هتنفع لا عندك مشكله انت محتاج مثلا في البوبينج اقل حاجه 6 مظبوط 6 في الجيجنج كتير جدا صحيح فدي هتقابلك مشكله ثانيه طيب انت وانت شغال الخيط تقيل وهيعمل معاك ربخ و هيمشي معاك بالعرض في الميه مش هينزل الجيجات ترى انك تعوض الكلام ده بايه؟ تعوض الجيجات تحط 300 تحط 400 طيب مجهود عليك في نفس الوقت بدل ما تقعد تجيج ساعتين ثلاثه مش هتقدر خلينا نقول قاعده عريضه كده ان في مثل بيقول لك ان انت عمرك ما هتصطاد غير وخيطك في الميه لان انت بقى مقدم صح؟ مفيش سيت وانت بره مظبوط فهي كل ما خيطك بقى اكتر في الميه كل ما صيدك لان السيت كله عباره عن احتمالات صحيح فانت محتاج تكون دايما في الميه واحتمالاتك وانت في الميه اكتر لو انت قعدت ضيعت ربع الرحله في ان انت عمال تبدل من هنا لهنا تبدل من هنا لهنا تبدل من هنا لهنا انت ضيعت وقت كتير قوي وبتبدل في خيارات غير مناسبه غير مناسبه يعني انت بتستعمل ماكينه البوبنج اللي عليها بي اي 6 او بي اي 8 في الجيجي في الجيجي بالظبط دي اول نقطه تاني نقطه انت محتاج اصلا وانت بتنقل من نقطه لنقطه انك تريح لانك هتروح هناك تتعب ساعه فانت استهلكت طاقتك في حاجه غير الصيد احنا عايزين نركز في ان احنا دايما طاقتنا تبقى جوه الصيد ما نغيرش النقطه دي عشان كده احنا ساعات ممكن يبقى واقفين على الكساره مثلا معانا 2 سيت اب بوبينج طب ليه سيت اب بوبينج طب ما انت سيت اب بوبينج ستيك بيت ممكن يشغل ببارات اصغر شويه يشتغل مش هقول لا بس انا هقول لك القصه فين انت وانت شغال احنا مثلا بنطلع احنا مع بعض الثلاثه تمام بنطلع دايما معانا 4 سيت ابات دايما في سيت اب زياده ليه وانت بترمي على الكساره بتطلع مثلا جالك جي تي قطع منك تمام قطع منك البريد هضيع وقت في النص ساعه اللي اصلا السمك بياكل فيها في ان انا اروح اقعد اربط واعمل لا الكلام ده اعمله بعدين تمام وانا بريح مثلا في وقف الجيجنج مش عايز اصطاد فانا ممكن اقف في الوقفه دي اقعد اربط لكن انا وانا واقف والسمك بياكل دلوقتي لازم اكون حاضر لازم اكون حاضر معاه اطلع السيت اب اللي هو الزياده السبير اللي معانا ارمي اصطاد اطلع السمك كده احنا اصلا معانا سبولات اصلا كمان زياده بالظبط دي لازمه السبوله الاساسيه دي عشان كده انا عامل كاستم سبول ليه بقى ساعه ما بقطع ما اضيعش وقت صح اركب اللي بعديها على طول واستغل الوقت ده في الصيد والصيد يكون في الموسم الواحد طيب احنا عندنا الاسكولات ينفع تركب على ال10 وينفع تركب على ال14 بالظبط الاستيلا الجديده اللي هي موديل 2019 اسمها اس دبليو سي الاستيلا ال10 السبول بتاعتها بتركب على الاستيلا ال14 الاس دبليو بي اللي هي الموديل بتاع 2013 على ما اتذكر يعني كانت ال8 وال10 وال14 نفس السبول انما في الجديده ال10 مع ال14 بس بدلوا بالظبط طيب. احنا طبعا اتكلمنا على انواع المكاين نسينا نتكلم على مقاسات المكاين طيب
طبعا. ال 6000 8000 ال 10000 ال 14 ال 18 ال 20. طيب ايه المناسب لكل مصيد؟ بص، هو الماكينه هي جزء بيسموه جزء من سيت اب كامل. احنا دايما لما بنيجي نطلق على السيت اب بنتكلم معاه بمنطق البي اي، البي اي اللي هو مقاس الخيط، فبقول ده سيت اب بي اي 3 سيت اب بي اي 5. فانت دلوقتي البي اي 3 معناها ان انت محتاج من 200 ل 300 متر حسب طبعا التطبيق. لو انت كاستنج محتاج 200 متر، لو انت جيم محتاج 300 متر مثلا. حلو. طيب انا مثلا عايز اعمل سيت اب لايت جيجنج بي اي 3 تمام؟ تمام. فانا محتاج 300 متر خيط بي اي 3. لو انا رحت اشتريت مكنه 10000 حطيت عليها خيط بي اي 3، المكنه مش هتتملي اكتر من 30 40% 50% منها، هو اكتر شويه 60% منها. طب والفاضي ده كله اعمل ايه؟ صح ماشي. طيب انا حطيت مكنه وزنها 700 جرام في تطبيق مش محتاج اكتر من مكنه وزنها 400 جرام. حلو. طيب انا كده تعبت نفسي، انا كده بدل ما هقدر اعمل جيجنج لمده 4 5 ساعات في اليوم مش هقدر، هتعب مش هقدر اكمل. عشان كده مقاس الماكينه هو جزء من المنظومه بتاعت السيت اب نفسه. انا لو بعمل مثلا سيت اب بي اي 10 او بي اي 12 تمام، بي اي 12 هحتاج له ستيل 18000 عشان انا محتاج 200 متر في مقاس بي اي 12. بي اي 12 مقاس خيط تخين، لو حطيته على 14 هتاخد مني 150 متر بس. طب انا راح اصطاد مثلا للتونه، التونه الفايت بتاعها فايت طويل وبتجري، انا محتاج خيط لازم لها طبعا جريتين معروفين بالظبط. هنتكلم بخلاف كده كمان، هنتكلم اصلا كمان في حلقه ثانيه على موضوع ايه الفرق ما بين الفايت بتاع التونه والفايت بتاع الجيكي، لان كمان ليهم اصابات مختلفه وليهم فكره مختلفه. الفايت بتاع التونه هو فايت طويل وبيعتمد على انك انت الصياد لازم يكون مرتاح لانك هتطول، يعني بيديني قصبه اكون مرتاح فيها في الفايت بالظبط تمام. عشان كده دايما التونه تحط لها 60 ليبره 65 ليبره 70 ليبره 80 ليبره بالكثير، وعايز 400 متر لان انا ممكن اروح اطلع على تونه صفراء او تونه زرقاء وزنها 150 200 كيلو، هتجري بالجاريه الواحده بال 200 متر فما ينفعش اروح احط لها بي 12 المكنه تاخد مني 200 متر بس. مظبوط تمام. جريت اول جريتين وخلصت الاسبوع. طب انا لو بصطاد جي تي، لا الجي تي موضوع مختلف خالص. الجي تي الفايت بتاعه فايت قصير قوي بس قوي جدا تمام. انا محتاج اوقف الجي تي ده عشان ما يخشش على الكساره يقطع الخيط، يخش الشعب يقطع الخيط، فانا محتاج خيط تخين لان انا هقفل عليه كتير وبالتالي محتاج قصبه قويه تمام عشان توقفه. لو انا حطيت القصبه بتاعت التونه في الجي تي مش هتوقفني، هياخدني في مصنع كراسي والله عمر عليك باللور وتعمل عليك حفله من جزء ايه اللي معاك، نرجع نربط تاني ونرجع نبتدي تاني بالظبط، ويرجع يقول تعالى ساعدني يا اكرم وساعدني يا كفر اربط لي عشان انا مش شايف قصدك عليا انا عشان انا في نظاره يعني الحوارات دي. طيب احنا دلوقتي قلنا المقاسات، لايت جيجنج من كام لكام؟ المحبس اللايت جيجنج بنشتغل مثلا من بي 2 لبي 3. انا بحب مقاس ماكينه، مقاس ماكينه 5000 او 6000. طيب سلو جيجنج، احنا كل ده طبعا بنتكلم على مكاين السبيننج صح؟ سبيننج اه. طيب سلو جيجنج، سلو جيجنج برضه نفس القصه، حتى سلو جيجنج في مايكرو سلو جيجنج، وسلو جيجنج نفسه ده عالم كامل في مايكرو. نتكلم على المعتاد اللي الناس كلها تعرفه، مع انت ممكن تشتغل مثلا سيت اب سلو جيجنج مثلا بي 2 مش محتاج له مكنه 6000، محتاج له مكنه مثلا 4000 اصغر شويه مثلا، يعني مثلا نقول من 4000 ل 6000 مثلا اه. طيب السبيد جيجنج، السبيد جيجنج انت محتاج مكنه اقل شويه تشتغل مثلا مقاس 10000 للشيمانو بتحتاج خيط مثلا من بي اي 4 لبي اي 6 حسب المكان اللي انت فيه، بس بي اي 6 كتير شويه زياده كتير، يعني نقول بي اي 4 بي اي 5 بي اي 4 بي اي 5 ممتاز جدا. وفي حاجات اكس، في اكسترا هيفي ممكن تحط مكنه ستيلا بي جي 20 على خيط بي اي 8 لو انت شغال مثلا جنب بريم البترول، شغال جنب شعب فيها توان كبيره، توان كبيره ماسكه جنب الشعب تحت عايز توقفها تمام، او زي الامبر جاك مثلا، امبر جاك كبير مثلا جنب كساره او جنب حديد تمام. اذا ما لحقتوش خلاص القصبه بتبقى مثلا 400 جرام ماشي، ريتنج 500 جرام وبي اي 8 ومكان اكبر حسب التطبيق، حسب انت بتارجت سمك عامل ازاي رايح فين تمام. يعني نقول السبيد جيجنج من 8000، من مقاس 8000 لمقاس 10000 بالظبط مظبوط، عليها بي 4 لبي جيجنج ده. طبعا الكلام ده على حسب الاصل مظبوط، على فكره جدا ما حاجه تعصب يا استاذ معتز، ما ينفعش الكلام ده، اعصابك هدي اعصابك، انت بتعمل ايه؟ ممنوع ممنوع السجاير، ممنوع يا حبيبي ممنوع اطفيها. نرجع نقول ان البي السبيد جيجنج من بي اي 4 لبي اي 6
تمام. وماكينه من 8000 ل 10000 بالظبط. والبوبينج مقاس 14 او 18 بالضبط. طبعا على حسب المكان اللي طبعًا انا هستهدف فيه. احنا طبعا كل الكلام ده على اسماك البحر الاحمر اللي هو منطقتنا اللي احنا غالبا بنطلع فيها. حلو. بس انت لو طلعت عمان تشتغل على جي تي كبير محتاج اكبر 18000 20000 20000 وهكذا. هي الفكره كلها حسب المكان. بس احنا بنعمل كلامنا اغلبيته على البحر الاحمر وسمكنا اللي هو الطبيعي بتاعه مثلا بالنسبه للكاستنج من 10 كيلو لحد 30 كيلو 35 ده رينج اللي احنا بنلعب فيه. لا ساعه بيطلع 38 كيلو بيطلع عادي مش مشكله. ما تنكرش قدرات ساعه لو سمحت. وفي عندنا الجيجنج بتاعنا بنشتغل ببي اي 4 بي اي 5 اكثر شيء. تمام. بالنسبه للجيجنج اللايت جيجنج احنا بنشتغل ببي اي 2 بي 2.5 بي 3 بالنسبه للجيم. بالنسبه للاستوجين بنشتغل ببي 2 لحد برضه بي 2.5 وبي 3. تمام. الله ينور عليك كابتن الافراوي. مش عارفين نقول لك ايه ارقامكم في الحركه.